ينضم إلينا من روما مراسل الغد محمد الغزو، ومن لندن مراسل الغد عمر بشير. أبدأ معك عمر، طبيعة الإجراءات الجديدة وخاصة فيما يتعلق بقيود السفر. نعم جمانة، يعني خريطة الطريق الجديدة التي سوف يعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد حوالي ساعتين ونصف من الآن عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، مبنية على جانبين، جانب للتطبيق في داخل المملكة المتحدة وجانب آخر مرتبط بالسفر. الأول، الطريق الأول المطبق في داخل المملكة المتحدة مبني على جزئين. الأول هو جواز اللقاحات الذي سوف يحصل عليه كل من تم تلقيحه بالمضادات لفيروس كورونا باللقاحات المعتمدة، أو من أصيب بفيروس كورونا مؤخرا وما زال يمتلك الأجسام المضادة، وأيضا من أجرى اختبارا حديثا للفيروس وكانت النتيجة سلبية. هؤلاء سوف يكونوا حق الاختبار عندما يتوجهوا لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 18 من الشهر الجاري بواقع 8000 مشجع على الأكثر، وعند الانتهاء سوف يجرى لهم اختبارات لمعرفة هل هناك إصابات بفيروس كورونا أو معدلات الإصابة بينهم ارتفعت. الاتجاه الآخر هو قبل وبعد الحدث، وسيطبق أيضا على أحداث مجدولة مسبقا ونشاطات مجدولة مسبقا، منها حفل كوميدي سوف يعقد في مدينة ليفربول، وسوف يسمح ل 300 شخص على الأكثر بالمشاركة والحضور عندما يقوموا بوضع اختبار قبل الدخول وبعد الخروج لتقييم أيضا الحالة. والنتيجة النهائية سوف تحدد هل ستعتمد الحكومة على هذه الإجراءات أم سوف تقوم بإلغائها. الإجراء الآخر مرتبط بالسفر، فمنذ أو بدءا من 17 من مايو المقبل سوف يسمح السفر في بريطانيا بدون قيود، بمعنى الإجازات الصيفية، ولكن على المتوجهين إلى الدول الخضراء المصنفة خضراء عندما يعودوا إلى بريطانيا لن يفرض عليهم حجر منزلي لمدة 10 أيام، ولكن القادمين أو العائدين إلى بريطانيا من الدول الحمراء أو باقي الألوان وفق التصنيفات سوف يجبرون على الإقامة في المنزل أو الفنادق بمتابعة من الحكومة إذا كانوا عائدين بشكل خاص من الدول الحمراء، وأيضا سوف يقوم باختبارين لفحص الإصابة بفيروس كورونا. هذه الإجراءات المرتبطة بالسفر سوف تطبق بدءا من 17 من الشهر المقبل. هدف الحكومة البريطانية هو أن بريطانيا تتوجه الآن نحو تخفيف قيود الإغلاق، بينما أوروبا تغلق الحدود بسبب الارتفاع في الإصابة بفيروس كورونا. الحكومة تريد أن تستمر في نهج تخفيف قيود الإغلاق، ولكن دون أن تستقبل في بريطانيا الإصابات الجديدة بالسلالات الجديدة لهذا الفيروس. هكذا هو الوضع في لندن. نتحول إلى روما عمر، ابقى معنا، ومحمد الغزو. محمد، كيف هي الأوضاع لديك، وخاصة أن عدة دول إيطالية مدن عفوا إيطالية ستدخل إلى القائمة البرتقالية ابتداء من الغد؟ نعم بالفعل، سوف يكون هذا اليوم هو نهاية أيام الإغلاق الكامل أو الإغلاق الكلي الذي فرضته الحكومة استباقيا حتى لا يكون إعادة انتشار بأعداد كبيرة لفيروس كورونا هنا في إيطاليا، بالتزامن مع عطلة عيد الفصح الذي كانت الحكومة قد قررت هذا الإغلاق كإجراء احترازي من خلاله. غدا سوف يكون هناك تصنيف آخر لنظام الألوان، سوف تدخل عدة مقاطعات إلى اللون البرتقالي، بينما المقاطعات الأخرى سوف تكون باللون الأحمر. أيضا هناك لا يوجد أي مقاطعة باللون الأبيض، هناك المنطقة البيضاء سوف تكون من دون أي تحديد، ولكن هناك مقاطعات برتقالية سوف يكون اعتبارا من صباح الغد، وسوف يكون أيضا مقاطعات حمراء سوف يسمح بالتنقل والسفر سواء عبر المطارات أو عبر القطارات من وإلى المقاطعات البرتقالية، ولكن لن يسمح بالسفر من وإلى المقاطعات الحمراء سواء داخل هذه المقاطعات أو من وإلى مقاطعة حمراء أخرى. هذه المقاطعات البرتقالية أهمها سوف يكون مقاطعة لاتسيو ولومبارديا وبازيليكا وليغوريا وماركي وموليز وسردينيا وصقلية وأمبريا والفينيتو أيضا، وبعض المقاطعات التي تقع على الحدود النمساوية والتي تتمتع
بحكم ذاتي سوف تعود إلى المنطقة البرتغالية، وهذا على ما يبدو بأنه موازنة ما بين احتواء إجراءات احتواء الوباء من جهة، ومن جهة أخرى إعادة تنشيط الاقتصاد وعدم إطالة أمد الإغلاق الكلي. نعم، محمد نعم. الغزو مراسل الغد كنت معنا من روما، وعمر بشير مراسل الغد كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لكما.